السلام عليكم. وعليكم أيوة، هو بس ليكم كمان بحب أشكر مجلة بما ليا على الفرصة اللي أتحتها ليا عشان أقدر أتواصل معاكم، وأنا فخورة جدا إني أحد فريق العمل في المؤسسة قائدها طبعا عمر سليم. مبدئيا أحب إن أنا أعرفكم بنفسي. أنا شيماء عاشور، خريجة الفنون الجميلة قسم العمارة 2007، عملت بمكتب هندسي وانتقلت بعد كده لشركة جامعة المهندسين الاستشاريين اي سي جي، واشتركت معاهم في مشروعات كانت كبيرة وقتها زي مباني، تصميم مباني في القرية الذكية وقرية مراسي. وبعد كده توجهت للعمل البحثي علشان نبحث عن حلم، وكانت بداية فكرة العمارة المستدامة والمناداه بالحفاظ على الطاقه وطرق ترشيدها. حصلت على درجه الماجستير في الهندسه المعماريه 2013 عن ترشيد استهلاك الطاقه في المباني الاداريه، واستمريت في مكان البحث والتدريس الاكاديمي، وربنا وفقني في الحصول على درجه الدكتوراه في الفلسفه المعماريه السنه دي الحمد لله، عن تصميم المباني متعدده الطوابق المرشده للطاقه في المجمعات السكنيه في مصر. كانت الحالة الدراسية هي أحد المباني اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة، وهي مبنى لمجمع داخل مجمع سكني لشركة المقاولين العرب في مدينة العالمية الجديدة. والجديد في الموضوع استخدام تقنية البيم في المبنى بصفة عامة. ركزت في المنهجية البحثية على الأسلوب التحليلي المقارن بين البدائل المختلفة لغلاف المبنى. وقدرت أوصل أقدر إن أنا أوصل فعلاً إن الخامات اللي تم استخدامها هي موفرة للطاقة، وإن أنا قارنت بينها وبين المواد المواد الأخرى المستخدمة في غلاف المبنى أو اللي ممكن نستخدمها في غلاف المبنى. وقدرت إن أنا أوصل إن أنا أحط خطوات بتبتدي من بداية التصميم باختيار أفضل بدائل للمواد البنائية لغلاف المبنى الخارجي. طب ده هيساعد المهندس في إيه؟ يقدر المصمم من بداية تعامله مع المبنى وتوقع مدى ترشيد الطاقة بيه. كمان كان في إضافة دكتور معلش، تانية. دكتور معلش، ممكن حضرتك السماعة بس عشان في صدى صوت عندنا، ممكن لو وفي صدى صوت شوية، فممكن أستاذن حضرتك لو في سماعة أو يعني أظن الهيدفون هيبقى أفضل بكتير. معرفش حضرتك بتستخدم هيدفون ولا لأ؟ كده كويس، أيوه كده أفضل. كده أفضل. حضرتك تمام؟ لحظة واحدة، تمام كده، أه كده أفضل كتير. معلش عشان في الأول كان في صدى صوت. أه تمام، اتفضل. طيب أنا كنت بتكلم إن ألو، تمام كده، ممتاز ممتاز يا دكتور. أنا كنت بتكلم على إيه ممكن المصمم يعني يستخدم النظرية أو التطبيق بتاع الرسالة دوت. طب إحنا هندخل على الجزء بتاع المحاضرة وهنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة أكتر. هنتكلم النهارده عن دور برمجيات نموذجية معلومات البناء في تحقيق استدامة المباني بمدينة العالمين الجديدة. وسريعا كده هكلم عن الاستدامة. الاستدامة مصطلح أول مستخدم كان استدامة البشرية على كوكب الأرض. منظمة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية نادت بحق حماية احتياجات الأجيال المقبلة من المواد المستهلكة، وفي حملات وجهود حالية لدعم التنمية المستدامة. يمكن تكون العمارة الخضراء الأمل للخلاص من الأوبئة الجديدة، واللي بينهم فيروس كورونا المستجد، لأنها هتكون سبيل ضروري ومهم لبيئة صحية. هنتكلم كمان عن استخدام برمجيات البيم في الاستدامة، و
طريقة أو تطبيقها للوصول إلى الجرين بام. في الأساس العمارة المستدامة بتسعى لتقليل الآثار البيئية السلبية في المباني، وده من خلال تعزيز كفاءة استخدام المواد والموارد والطاقة مع الحفاظ على البيئة، وبيكون ليها هدفين أساسيين. أول هدف تحقيق راحة الإنسان، أو بمعنى تاني الراحة الحرارية للحيز في الحيز الموجود فيه الإنسان، وتاني شيء تطويع التكنولوجيا لخدمة الحفاظ على البيئة. كمان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نادت أو حددت أهداف للتنمية المستدامة، وهي كفاءة استخدام الموارد وكفاءة الطاقة وإمكانية منع التلوث وتوافق المبنى مع البيئة، وعمل نظام كلي متكامل للمبنى بيئيا. كمان في منظمات دولية قامت إن هي حطت معايير لقياس مدى توافق المبنى مع البيئة وإمكانية تصنيفه ضمن المباني المستدامة، ممكن من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة. من أشهر الأنظمة دي طبعاً نظام الليد الخاص بالولايات المتحدة، والنظام الكندي الجرين جلوبلز، وفي النظام الهرم الأخضر اللي موجود في مصر. الأنظمة دي بتقوم بقياس عنصر التصميم والإنشاء والتشغيل المباني، وتهتم جداً وتراعي أساليب الحفاظ على البيئة، وبتتحقق من استخدام استراتيجيات بتهدف إلى تحسين الأداء الكلي للمبنى. يعني هي بتهتم بتحقيق المبنى لتوفير الطاقة، كفاءة استخدام المياه، خفض انبعاثات الكربون، تحسين جودة البيئة الداخلية، وإدارة المواد. هنيجي هنا نسأل نفسنا سؤال مهم، ليه لازم نحافظ على كفاءة استهلاك الطاقة؟ الحقيقة كفاءة أو استهلاك الطاقة ده جزء مهم جدا من الاستدامة، وده الجزء اللي هنركز عليه النهاردة. استهلاك قطاع المباني وصل لنسبة عالية جدا تقدر ب 48%، وإجمالي انبعاثات الكربون وصلت ل 50% ده في قطاع الأبنية. ابتدت المكاتب المعمارية الكبيرة تعمل مبادرات لوضع حلول وأنظمة جديدة للحد من الآثار السلبية للمباني للطاقة المستهلكة. وكمان عندنا مشكلة تزايد السكان ومشكلة نضوب الطاقة، يعني مشاكل كتيرة جدا حلها لازم ندور على حلول علشان نتفادى تضخم الأزمة. كمان من جهة تانية عندنا حاجة داعمة اللي هي التقنيات الحديثة، زي مثلا تقنية البي اي ام، حطت لنا او وجدت لنا برمجيات واساليب للتعامل مع حل المشكلة. كنموذج من المبادرات ديت عندنا مبادرة مهمة جدا اللي هي بتسمى مبادرة تحدي العمارة 2030. المبادرة ديت عملت زي اتفاقية بتبقى عبارة عن قياسات ليها خاصة لي أو هي تبع ليه، بتضيف بتضيف للبرمجيات الطاقة زي قياسات تبع ليها، إن هو يبقى فيها التزام شوية بتقليل نسبة الطاقة. بدأت نسبة الخفض للطاقة من لحوالي 80%، وده المفروض أو مفترض إن هو يبقى 2020، ونسبة الخفض بتزيد كل ما مرت السنوات، يعني 2025 المفروض نسبة خفض الطاقة تبقى في للمبنى أو للمدينة أو أيا كان، لأن هي المفروض إن المؤسسة دي بتشمل المباني الفردية والمجمعات السكنية، ويعني تقريبا اي مبنى او اي مدينه بتعمل تحت مسمى المبادره ديت. المهم ان هي توصل في للزيرو كربون في 2030. قدامنا هنا هيظهر في الشاشه عندنا ان المبادره دي موجوده فعلا على برامج او في ضمن برمجيات قياس سيل للطاقه، ودي صوره من برنامج انسايت 360 اللي استخدمناه. عندنا كمان هنا شهادة اسمها الشهادة الصفرية للطاقة، دي تابعة للمعهد الدولي للمستقبل المعيشي. الشهادة ديت برضو نفس الفكرة،
بتلزم المشروعات المتقدمة ليها بمعايير علشان تقدر إن هي تحصل عليها ويكون المشروع ده موفر للطاقة. طيب، تقنية نمذجة البناء، المعلومات البناء والاستدامة بيم والنيت دي إت إيزي. ممكن للبيم مساهمة في حل البيئة والاستدامة عن طريق حل مشكلة الاحتباس الحراري، التلوث المتزايد بشكل كبير، والتغيرات المناخية، واستنفاذ موارد الطاقة، وارتفاعات معدلات انبعاث الكربون. وده بطريقة بسيطة جدا ومفهومة. بتقوم ازاي؟ يعني قدامنا هنا في الصورة هي زي دورة كده، بنقوم بتخزين البيانات الذكية، وبعد كده بإجراء هنعمل إجراء للحسابات أو محاكاة النموذج، وده فعليا هيساهم في تصميم نموذج موفر في الطاقة واتخاذ قرارات سليمة، يعني علشان تقدر إن هي تساعدنا في التوقعات المستقبلية اللي ممكن تحصل أو تحدث في المبنى. ممكن نتخيل مدى الفايدة اللي هنحصل لما نحصل على معلومات مسبقة وتوقعات مرئية قبل حدوثها، وده بالتأكيد هيوفر كتير من التكاليف في المواد والموارد المستهلكة، وهتقلل من إهدار الوقت. وعشان كده بنقول إن تقنية البيم هتساعد بشكل كبير على تحليل ودراسة معدلات استهلاك الطاقة ودراسة إمكانية إنشاء مباني خضراء صديقة للبيئة. ودلوقتي كمان أصبح من السهل جدا إن إحنا نقدر نعمل عدد من النماذج لأي دراسة، يعني المبنى نفسه ممكن نعمل له بدائل كتير جدا علشان ندرس أيهم هيكون موفر للطاقة. وهنبتدي ندرس الإضاءة الطبيعية فيه والتحكم في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ونعمل له محاكاة للظروف الجوية والمناخية، يعني ممكن نعمل عدد لا حصر ليها من الاختبارات علشان نوصل للهدف المطلوب اللي هو ان في راحة حرارية للحي. كمان ده هيساعد بشكل كبير جدا ان المصمم هيبتدي يعرف يختار نوع المواد المستخدمة وحجم الواجهات الزجاجية، كمية العزل والحريق المستخدم وغيره كتير. وعشان كده احنا بنأمل ان احنا نوصل للجرين بيم. وهنيجي نسأل هنا نفسنا سؤال مهم، ازاي برامج البيم هتقدر تساعدني في تحقيق الاستدامة؟ احنا عارفين ان مستويات البيم مختلفة، بتبتدي من 3D لغاية 7D. بيبتدي معانا 3D ده من الاول الموديل اللي بيدخل على البرنامج، وبعد كده بنتكلم على التايمينج، الجزء التايم ازاي اداره الوقت في البيم، وبعد كده اداره التكلفه، وهنيجي عند مستوى ال 6D اللي هو تحليل الاداء الحراري للمبنى. يعني احنا هنبتدي نعمل محاكاه للمبنى من حيث كفاءه الطاقه ومعرفه متطلبات المشروع من الطاقه المستخدمه، وده هيكون على اساس من المعلومات اللي موجودة، مثلا يعني مثلا المعلومات البيئية للتصميم الخارجي والفراغات الموجودة داخل المبنى. والأفضل طبعا إن احنا نبتدي من بداية التصميم خالص علشان نقدر نحسب الأحمال الحرارية. هيكون بهدفه الأساسي هو إن انا أوصل لتصميم مستدام. بعد كده هنكمل على المستوى الـ 7D، وده هيدينا التوقعات المستقبلية لأي تغيرات حادثة، وده يعني هيحمينا من حدوث مشاكل كتير. يبقى بكده عرفنا إن من خلال تقنية نمذجة المعلومات نقدر نحول المعلومات الموجودة ونربطها بالمبنى، ونبدأ نعمل دراسات للتصميم أو للنموذج. بعد كده يعني وبعد كده في خلال تحليله ومحاكاته، ونستخرج بعد كده مخرجات للبرنامج ونستخدمها بصوره واقعيه. كمان احنا بنقدر نخدم الاستدامه في ان احنا بنعمل تحليل للطاقه، التحليل الشمسي، تحليل الرياح، سرعه الرياح، تحليل الظل والنور، يعني كفاءه الطاقه، اداء الكل للمبنى، في حاجات كتيره جدا ممكن تساعدنا. برضو ان احنا نقدر نضيف نظم جديدة للطاقة المتجددة، ونحسب نسب الإضاءة،
وفي برمجيات بتساعدنا في التقنية أو نمذجة المعلومات، يعني في برامج متخصصة عن محاكاة التحليل المناخي، وفي برامج متخصصة لمحاكاة الطاقة، دي بتحدد الاستهلاك الفعلي للمبنى، وفي برمجيات خاصة بمحاكاة الإضاءة، دي بتصمم أو بتقوم بتصميم الإضاءة الطبيعية وتصميم الإضاءة الصناعية، وبرمجيات محاكاة التهوية، دي خاصة بتصميم حركة الهواء داخل المبنى. يعني هنلاقي برامج لا حصر لها في الخاصة بتحليل الطاقة. هيجي عندنا هنا سؤال تاني، إزاي نقدر نخلي المبنى يعمل بشكل أفضل؟ لما نيجي نشوف قوة المباني الصورة اللي بتخرج عليها المنتج، هنحس بالفرق ما بين الصورة المنتجة والصورة التقليدية اللي المصمم بيطلعها عامة. هتقدر إن إحنا نقيس بشكل أكتر واقعية ومرئي، وكمان ده بيدي كمان فكر جديد للمصمم، يعني ممكن يبدع في تصميمه ويجدد من خلال التحليل بتاعه. على سبيل المثال المبنى دوت مثلا معمول في كاليفورنيا، حصل تصور للمبنى دوت، واستطاع فريق التصميم فهم الأنماط اليومية للشمس والظل. وفي تصميم تاني في كلية في واشنطن، ده استطاع المصمم برضو ان هو يعمل محاكاة لضوء النهار والتنبؤ بمستويات الإضاءة وتوزيعها. ده الفكر اللي بيساعد في ان انا احل المشاكل المبنى بصورة اكتر واقعية. كمان مثلا هنا عندنا هو بيظهر في الصورة الأولانية الرسم الـ 2D حركة الهواء داخل الحيز، لكن في الصورة الثانية عندنا الـ CFD ده المحاكاة الفعلية اللي بتظهر كاختبار تدفق الرياح داخل الحيز. هنتكلم هنا أو وقت الجد بقى بدأ، هنقول إزاي نقدر نكون نموذج محاكاة للطاقة باستخدام تقنية نمذجة المعلومات. زي ما قلنا من شوية، أول شيء هو إن يكون عندك نموذج ثلاثي الأبعاد، سواء أنت اللي هتعمله ولا هو موجود فعليا. هتبدأ تدعمه بالمعلومات، معلومات خاصة بطبيعة المبنى، مستخدميه، الخامات البنائية، المناخ، الموقع الجغرافي، كل دي بيانات هتساعدك على إنك تحقق نموذج دقيق. توصل بعد كده لنمذجة المبنى وتحليل الطاقة الخاص بيه، وده هيلزم استخدام برمجيات متخصصة، ممكن ان احنا بنضيفها على برنامج زي برنامج الريفت، او هو ليها برامج خاصة بيها. بعد كده هيحصل السيميليشن بتاع للمبنى. زي برامج كتيرة ممكن نستخدمها، يعني زي برنامج ديزاين بيلدر، انرجي بلس، في انسايت 360 اللي هو استخدمناه في الحاله الدراسيه بتاعت العاملين، ان شاء الله دلوقتي هنشرحه. هنبتدي نربط الموديل بتاعنا 3D ونعرفه بمعلومات، ونبتدي نعرف الفراغات الموجوده الخاصه بيه والخامات، وهنشرح دوت دلوقتي على النموذج بشكل اوضح. ده كان سريعا كده يعني بداية أول جزء من المحاضرة. هنبتدي دلوقتي نتكلم عن الجزء العملي، ويا رب ما حد بقى يتوه مني. هنبدأ في رحلتنا في البحث عن تطبيق الاستدامة داخل أحد المدن المصرية، مدينة العلمين الجديدة. طبقا للخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة 2020، استهدفت استراتيجية الكفاءة المتكاملة والمستدامة في مصر الوصول لمعدل الوفر في الطاقة ده يوصل ل 18% فقط من استهلاك الطاقة، وده المتوقع 2035. مصر بتقوم بمحاولة رائعة لدخول عصر المدن الذكية المستدامة، وده بدأ في مشاريع كتير جدا، من بينهم المدن ال 14 مدينة اللي موجودة دي، بتقوم او بتعد ان هي تكون على معايير تكنولوجيه عالميه، وبيستخدموا بنيه تحتيه معلوماتيه، وبيحاولوا ان هم يوفروا فيها بيئه صحيه مستدامه، واحنا كلنا بنقول يا رب.
تطبيق المنظومة دي هيؤدي لتخفيض ملحوظ في الكلفة التشغيلية للمبنى، واللي بنأمل أن تغطي النفقات الناتجة عن تطبيقها. الصورة ديت كانت من رحلة أقامتها نقابة المهندسين، رحنا كلنا كده العلمين الجديدة، وكان اليوم دوت هو اللي اخترت فيه إن أنا أشتغل على المبنى من المباني المدينة ديت. كان طبعا بقياده رئيسنا يعني في النقابه هشام سعودي، وكان فيها اعضاء كتيره من النقابه، وانا من يعني بحيي طبعا عشان النهارده عيد العمال، كل عامل وكل مهندس بيتحدى كل صعوبات الحياه والظروف اللي بنمر فيها بالبلد وينزل يشتغل في الوقت ده. المبادره المصريه كانت بصراحه يعني رائعه، لان الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها يعني ما تتحملش أعباء التكاليف اللي المدينة زي دي تدخل عليها. وهقول لكم على سر، يمكن اختبارات قياس الطاقة دي ما تمتش، أنا ما كنتش متوقعة إن النتائج على الحالة الدراسية تكون يعني بالصورة الموفقة ديت، أنا كنت فاكرة إن هي هتبقى سيئة جدا، لكن بصراحة أثبت عكس ده. يمكن قرار كان حكيم من الدولة إن هي يعني مش هتمنح الشركات الكبرى العمل في المشاريع ديت إلا في حالة استخدامهم لبنية معلوماتية سليمة. وبدأوا إن هم يستخدموا في مباني العالمين النظم اللي بتساعد في ترشيد الطاقة من معدات خاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة. الحالة اللي موجودة اللي هي مبنى العالمين الجديدة، كان في دراسه سابقه لدراسه حركه الرياح علشان الارتفاع الكبير للمباني اللي موجود في المنطقه، وده سبب اختيار او توجيه المبنى. وقدام حضراتكم في حصر للمساحات والبيانات الموجوده للمبنى علشان اقدر ان انا انمزج المباني او اشتغل عليها بعد كده. المبنى نسبة كبيرة جدا، هو المبنى هو من الجي اف ار سي، والمبنى نسبة كبيرة منه من الزجاج المزدوج عاكس الحرارة. المشروع ده او الابراج المصممة فعليا، انا طبعا عايزة اشكر باشمهندس اسلام خليل لان هو ساعدني ودعمني بالملفات والرسومات علشان اقدر اكمل مشواري، وربنا يوفقه يا رب في كل حاجة إن شاء الله بيعملها. ده موقع المشروع والأبراج ديت. الجملة ديت دلوقتي هنقف عندها دي كده، هنقول حط لنفسك قواعد ومعايير وأسس ثابتة علشان تبدأ عليها صح. إحنا معانا تولز بنبني بيها تخيلات وأفكار جديد مستقبلي. يعني على سبيل المثال كود الطاقة مثلا مكون من معادلات رياضية كتير جدا لحساب مقاومة المواد والانتقالية الحرارية ومعاملات الشمسية وكذا وكذا وكذا. لو المصمم ما أخدش في اعتباره نقاط زي ديت مثلا، هيحصل إن التصميم يعني مش هيوفق بالصورة السليمة. علشان كده احنا حطينا زي خطوات علشان يعني تعتبر خطوات تصميمية علشان نقدر ان احنا بيها نوصل لاختيار تصميمي سليم وتصميم بيئي مستدام. هنتكلم المرحلة الأولى النهاردة، وبعد كده ان شاء الله في المحاضرة الثانية ان شاء الله ممكن نكمل المراحل دي. المرحلة الأولى عبارة عن مدخلات للبرنامج أو نمذجة المعلومات، الثانية عبارة عن مرحلة لاختيار البديل التصميمي، والأخيرة هي مخرجات أو النواتج اللي ممكن نستفاد بيها من خلال الدراسة دي. قدامنا هنا يعني تجميعة كده للمراحل واللي هنتكلم عليها خطوة خطوة. فإحنا ناخد المرحلة الأولانية النهاردة. قدامنا هنا شاشة بتتكلم عن إن إحنا بنبتدي أول شيء خالص ننشئ الملف أو النموذج دوت، ونبتدي نعرف وندخل البيانات الخاصة بالمشروع. على فكرة الخطوة دي مهمة جدا للي مثلا بيشتغل
بيشتغل على كود او بيشتغل بكود زي الكود الامريكي او كود امريكي او يعني في دول تانية بتاخد اعتماد للمبنى. فانا دلوقتي بيقدر يساعدني البرنامج دوت يوصف لي او ينمزج لي المعلومات وانا اخرجها بالصوره السليمه او المحركات اللي انا محتاجها. فلما انشئ الملف الاول وادخل البيانات ديت هحتاج ان انا اوصف اعمل وصف عام للمبنى ومعلومات عن المشروع. وفي الخطوه الثانيه هبتدي ان انا اعمل اعدادات لمحاكاه الطاقه. هتبتدي بتحديد المبنى ومكانه وتحديد الدور الارضي ونوع النظام التكييف المستخدم واعدادات كتيره جدا، وده متشابهه في البرامج الهندسيه عامه. قدامنا هنا اهي صوره مثلا لمدخلات المشروع اللي انا كونتها الموجوده في الجدول دوت، النقاط اللي بيحتاجوها في او متطلبات اعتماد المبنى. في الخطوه اللي بعد كده اختيار موقع المشروع، ده طبعا هيتم عن طريق باستخدام طريقتين. اول طريقه ديت ان انا اختار المدينه يعني من القايمه لو هي معروفه او معرفه قبل كده. تاني طريقه ان انا اقدر اعملها يعني اوجدها من اقرب مرصد مناخي موجود للمبنى. بعد كده هيبقى في مرحله بعديها اللي هي البرنامج هيفرض درجات الحراره المتوقعه في كل شهر خلال السنه. ده كده هو خلاص عارف المبنى فين موقعه فين، هيبتدي يعمل لي ده يعني يوجده لي او يحله لي عنده. تمام، ودي حاجه او نمذجه ذكيه. ليه؟ لان اي تغيرات هتحصل هيحصل معاها برضو تغير وهيبقى عندي في موجود في الاعداد بتاعي. الجدول اللي قدام حضراتكم دوت احد متطلبات اعتماد المبنى في الكود الامريكي، وبيقوم المصمم برصد البيانات وذكر البرنامج القياسي المستخدم، وفي شرط اساسي موجود ان لازم ان البرنامج يكون بيحاكي النموذج في 10 مناطق حراريه مختلفه. ده شرط لاعتماد المبنى. هنروح بقى لمبنى العلمين الجديده، وعلشان برضو احنا بنحاول نقرب ما بين الكلام النظري والتطبيق اللي احنا طبقناه. في الصوره ديت قمنا احنا بنفس الخطوات ان احنا اخترنا المرصد المناخي، وكان اقرب مرصد مناخي لينا هو مرصد النزهه مدينه اسكندريه، وقمنا بتحميل ملفات الطقس والحراره بصوره سريعه وسهله ما خدتش دقائق. في المرحله اللي بعد كده بنعمل دي مرحلة قياسية لعناصر ومكونات المبنى، بنحدد الوحدة القياسية لكل عنصر موجود في يعني من الخامات المستخدمة الإنشائية الموجودة في المبنى. كمان هنا هنبتدي ان احنا نعمل يعني نمزج المعلومات الموجودة عندنا وندعمه بقائمة بيانات زي ما هنا واضح عندنا كل حاجة بأسلوب دقيق جدا، ويعني بحيث ان كل ما زودت معلومات في المبنى كل ما دوت ساعدك في ان احنا نحصر او نقدر ندي مخرجات سليمة. عندنا هنا برضو اعدادات خاصة بالخامات البنائية الموجودة لغلاف المبنى. طبعا احنا هنا بنعرف المعاملات الخاصه للخامات نفسها، يعني مثلا زي اليو فاليو، الانتقاليه الحراريه والمقاومه الحراريه، معامل الاكتساب الشمسي، كل دوت معاملات. كل ما كان في دقه في البيانات كل ما كان برضو المخرجات دي سليمه. علشان برضو يعني اثبت لكم ان احنا شغالين باسلوب برضو سليم، دي من المواصفات الموجودة في المبنى، وهنا برضو بنبتدي ناخد اليو فاليو بتاعتنا المواصفات ونبتدي ان احنا نضيفها على المبنى. بالنسبة لهنا ده
جدول بيوضح مقارنة بين الحالات الدراسية المختلفة لعدد من الخامات وأنواع وحدات الزجاج المختلفة. دي الأنواع أو النوع اللي هم اشتغلوا عليه في مبنى العلمين الجديدة، أو اللي هو نوع الإزاز اللي هو الأساسي. الكيس رقم 10 ده الدبل جلاس، الزجاج ده طبعا احنا حطينا بدايل كتير جدا علشان نقدر نقارن ما بينها، ونقدر نوصل نشوف ايه اكتر ماتيريال ممكن توفر لي في الطاقه. الهدف من التحليل بتاعي ده ان انا اعمل حساب وخفض تكلفه الطاقه وتخفيض برضو للحمل الحراري. طبعا ده هنا وده في الجزء الخاص بتعريف الخامات وتعريف اليو فاليو والار فاليو، هنا هيظهر لنا برضو في المواصفات ده لكل حاله اتعملت، كل حاله دراسيه، علشان اقدر او يعني اوجد النتيجه. دي تعتبر البدائل المختلفه. هندخل هنا على خطوه مهمه جدا، وهو تقسيم المناطق اللي هتتم تقييمها حراريا وتحديد ارتفاعها والادوار اللي هتدخل بالتحليل في التحليل. وده هيبقى لدقه البرنامج علشان يقدر يدي اقرب تقدير بناء على المعلومات اللي هتغذيه بيها. وهنا قمنا بنفس العمليه ديت لاعداد المبنى او نموذج داخل برنامج الريفت على المبنى اللي بنشتغل عليه. الخطوة السابعة دي خطوة مهمة جدا، التحليل الحراري أو محاكاة المبنى. خلاص إحنا كده عملنا مدخلات للمبنى، هنبتدي دلوقتي نعمل بقى النمذجة بتاعته. طبعا زي ما إحنا ذكرنا في برامج كتيرة جدا بنشتغل عليها، لكن إحنا بنختار البرنامج على أساس إيه؟ على أساس أنا عايز إيه من المبنى؟ عايز أشتغل على إيه في المبنى؟ طبعا أنا بشتغل على غلاف المبنى الخارجي، فأنسب برنامج ليا كان برنامج انسايت 360. البرنامج دوت فيه ميزه قويه جدا، وطبعا برضو باشمهندس عمر سليم هو اللي ارشدني البرنامج دوت، يعني انه فيه ميزه هايله جدا ساعدتني كتير، غير ان هو بيحلل الطاقه وبيعمل تحليل شمسي وتحليل للضوء. هو بيدعم الكود الامريكي ومعيار الاستدامه 2030 لسه كنا متكلمين عنه من شويه. كمان في ميزه هايله جدا ان هو بيحمل كل الملفات النموذج على موقع البرنامج. طبعا انتم عارفين ان يعني مباني زي مباني العالمين ديت مباني الشغل اللي فيها في ملفات الريفت يعني تقيل جدا، مش مبنى بسيط او احنا بناخد حيز صغير عشان نشتغل عليه. فكمبيوتر او كمبيوترات يعني ممكن ما تتحملش ملفات زي ديت، فالبرنامج دوت بيسهل على المصمم ان هو بيحمل النموذج على موقعه على الانترنت، وبيرسل لي ايميل بيخلي من خلال لينك كده تدخل بيه تقدر ان انت تشتغل او تشوف تحليلك على الموقع. بمجرد ان احنا انتهينا من تجهيز النموذج دوت هنعمل كرييت، وطبعا الخطوات دي موجوده في اي برنامج، لكن برنامج زي انسايت 360 زي ما اقول لكم في ايكون ده خاصه بان هو ممكن يرسل النموذج على الايميل. دي الشاشه التفاعليه اللي لما بتدخل على البرنامج بتلاقيها. هشرحها كده يعني بموجز سريع، يعني ان هنا هتلاقي انا مش عارفه هو الماوس بيبقى شغال ولا لا، بس هنا في حاجه اللي هي المقارنه المعياريه، دي بتبين المبنى بتاعك محقق قد ايه طاقه، وهنا اهو المعيار الاشري والتحدي العمارة 2030، هنا ال قد ايه اللي هو الادنى، الحد الادنى للطاقه والحد الاقصى لاستهلاك الطاقه، وكمان هنا في سجل تفاعلي لكل التغيرات اللي حاصله. وزي ما احنا كنا بنتكلم ان في اي تغير هيحصل ده هيتبرمج عندي، هيبقى موجود في السجل ده.
عندنا هنا برضو شاشة هتبقى بتحاكي المبنى، هيبان عندي هنا بعد شوية كمان. برضو علشان اهو هنا مثلا عندي في البرنامج ده المبنى بتاعي اللي اشتغلنا عليه. الخطوة دي طبعا المفروض ان هي تكون في المرحلة الثانية، بس انا حابة ان هي تبقى يعني في المحاضرة ديت نوع من التشويق اللي جاي. قدامنا الحالة الدراسية دي بعد نمذجتها والبيانات المستخرجة منها، هيبان لي هنا قد ايه المبنى بيحقق لنسبة وفرة الطاقة، ودي نسبة جيدة جدا اهو ما دام هي بالنسبة الخضراء دي. كمان البرنامج بيدي لك اقتراحات لتحسين كفاءة الطاقة في المبنى اهوت هنا في الشاشة دي، يا رب تكونوا شايفين سهم الماوس. يعني هنا مثلا زي الاورينتيشن، توجيه الكسرات الشمسيه مثلا، الاضاءه، ازاي ان انا اقدر ان انا اضيف حاجات ممكن توفر لي في الطاقه اكتر. كمان عندي هنا في الشاشه انا الجزء اللي هو الشاشه الوسطيه دي ممكن ان انا اتحكم فيها زي شاشه او برنامج الريفت بالظبط. كمان هنا برضو الجزء اللي بيبين السجل التفاعلي لأحداث المتغيرات. طبعا هنا هيبان عندي البدائل الدراسية بعد نمذجتها والمقارنة بينها وبين بعض، ودي برضو ميزة مهيلة في البرنامج. هيبتدي هنا يوجد لي كل الحالات اللي موجودة اهيت اللي كنت شغال عليها في الجدول، وهيبتدي يقارني ما بينها. هنا برضو الصورة دي بشكل أوضح، هنا هيبان لي قد ايه هنا وفر طاقه. ان شاء الله باذن الله في المحاضره اللي جايه هنتكلم ازاي كمان نقارن ما بين الاسعار. هنا بيبين لي ازاي تكلفه برضو التكلفه المتوقعه لاستهلاك الطاقه لكل متر مربع في المتر مربع. وهننهي هنا كلامنا بجزء مهم جدا، هي إمكانية برمجة أكواد الطاقة والمعادلات الرياضية داخل برنامج الريفت، وده بيساعد بيوفر وقت وبيساعد المعماري على اختيار البديل بصورة سليمة. ودي صورة لمايكرو برنامج اتعمل باستخدام برنامج سي شارب وبمساعدة متخصص باشمهندس مصطفى خليل، وقدرنا بالفعل نفعل المعادلات ونكودها على برنامج الريفت. مش عايزة أنسى إن في ناس كتيرة جدا ساعدتني في الشغل ده، لأنه خد وقت برضو ومجهود. باشمهندس ياسر أبو السعود برضو كان دي الأسبقية إن هو استخدم البرنامج دوت في رسالة الماجستير بتاعه، وطبعا باشمهندس عمر سليم يعني موسوعة محترمة جدا وربنا يكرمه، وباشمهندس برضو صغنون لسه إن شاء الله هيظهر على الساحة جديد، فباشمهندس مصطفى نظير يعني، وباشمهندس اسلام يعني انا ذكرت اسمك من البدايه. ناس كتير بصراحه انا يعني مش يعني بصراحه ساعدوني. وفي نهايه المحاضره عايزه اقول بس كلمه، ان ممكن نطبق اي نموذج، نطبق الكلام ده على اي نموذج. احنا ممكن نزوده بنظم تصميميه وبدائل كتير على المبنى علشان نقدر نوصله ان هو يخليه مبنى مستدام باستخدام تقنية نمذجة المعلومات الحديثة. ومش عارفة انا يعني اطولت ولا كده مناسب، وانا حابة ان انا اشكركم جدا، واي حد عنده اسئلة او حاجة انا تمام معاكم. شكرا. شكرا يا دكتور على المحاضرة القيمة دي، ربنا يجزي حضرتك مجهودك. احنا بس هنستنى حضرتك في بعض الاسئله. في المهندس، ايوه حضرتك سامعيني صح؟ تمام. اوكي، المهندس محمد اسماعيل شركه بايلون، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الو شغال؟ الو الو، السلام عليكم. تفضل يا فندم. سامعاني يا دكتوره؟ ايوه تفضل.
اهلا بيك يا دكتوره، معاك المهندس محمد اسماعيل بيم مانجر في شركه بايلون. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتوره، اهلا بحضرتك. انا متشكر جدا على المحاضره الرائعه ديت الحقيقه، يعني جزاك الله كل خير، حاجه تشرفنا الحقيقه كلنا الحقيقه والله. مثال رائع جدا للشغل اللي اتعمل الحقيقه، كتر خيرك. شكرا يا فندم والله. الله يخليك شكرا يا لكم. دكتورة، الله يرضى عليك دكتورة. الحقيقة احنا عندنا في الشركة طبعا، بما ان احنا شركتنا اصلا قائمة على مجال البيم، بقالنا فترة طويلة وشغالين حاجات في القاهرة او حاجات في مصر وحاجات في الخليج بشكل عام. عندنا مشكلة بتواجهنا في مصر، ان احنا بنشتغل من اول طبعا ال 3D 4D 5D 6D، وكمان بنشتغل لغايه ال 500. المشكله عندنا في كيفيه اعتمادات ال او ديز اللي بتطلع من عندنا، او في السيميوليشنز اللي بتطلع، حتى لو احنا اشتغلنا بالانسايتس او بيشتغلنا بالبرامج التحليل البيانات اللي حضرتك طلعتيها، يعني كتر خيرك. هل في جهه معينه نقدر نقدم لها الشغل ده، زي ما بنقول مثلا حاجه كده تتبع الكود، ان احنا نعتمد الكلام ده، ولا الموضوع بيعتمد في المقام الاول تقديمنا للاستشاري وخلاص، بما ان حضرتك سبقتينا في المجال بشكل رسمي يعني؟ طيب، أولاً يعني أول حاجة إحنا هنتكلم على نقطتين. أول حاجة، الموضوع المفروض إن هو معمول بيه، لكن لغاية دلوقتي مش مفعل. يعني ابتدت الدولة فعلاً تاخد بيه، وزي ما كلمت إن ابتدت أهي شركة زي المقاولين العرب اي سي جي على حضراتكم يشتغلوا على دوت ويتنظر إليه، لكن إن هو فعلاً ككود أو كده، لا لسه في لسه هنبقى لسه يعني ما اتاخدش بشكل رسمي. بس طبعا يعني احنا بنبتدي مع بعض، كل ما البدايه تبقى صح، كل ما ان شاء الله هيتم دوت خلال الدوله، لان ده احنا داخلين على ازمه طاقه كبيره، هتبتدي ان كل الشركات لازم تدار للجزء المستدام او جزء كفاءه الطاقه او ايا كان باسلوب سليم. يعني الموضوع تحصيل حاصل في الاخر، هو حضرتك لسه الحقيقه احنا دلوقتي قدامنا سوليوشنز كتير بنتناقش على للطاقه، يعني في مبادره احنا عملناها يا دكتوره بالنسبه للمدارس مثلا على سبيل المثال والجامعات، بتوفير الطاقه بنسبه 40% تقريبا، ونجح السيميوليشن بتاعنا وفعلا قدمناها للجهات المعنيه، ولكن هي دخلت في سايكل، انت عارفه حضرتك دخلت في سايكل. هل اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط؟ احنا متاكدين طبعا من شغلنا ومتاكدين من اللي احنا عاملينه ده طبقا للكود العالمي للطاقه، ومقدمينه فعلا بالداتا، الداتا بيز محترم. الو الو، هو تقريبا في مشكلة فصل معايا. طب ناخد المهندس ياسر، اخويا الفاضل. شلون ياسر؟ السلام عليكم. عليكم السلام، يا ازيك استاذنا الغالي، اتفضل يا باشمهندس. ازيك يا مهندس عمر؟ ازيك يا دكتوره شيماء؟ اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بالمحاضره دي، وبقيت متشوق للمحاضرات اللي جايه ان شاء الله. يعني بارك الله فيكي، محاضره ممتعه جدا، واظن ناس كتير من اللي مش عارفين الموضوع بداوا يلموا خيوط كويسه جدا من المحاضره دي. ربنا المهم يبارك اكون لك شجعتك وشكرا لك. عشان تكمل معانا بإذن الله. إن يمكن شاء الله. الكلام اللي هقوله لك كمان شوية ده يعني يحسسك ليه أنا شوية محبط. لكن اللي كنت عايز أقوله يعني استكمالا لسؤال الزميل اللي قبلي من بايلون، إن فعلا إحنا مفتقدين لمرجعية، مش مرجعية في حساباتنا، مرجعية في الاعتمادات. انا لو انا بعمل سيميوليشن للطاقه لاي مبنى انا بعمله، وعايز اطبق اللي انا عملته والمجهود اللي بذلته والمجهود الجميل اللي حضرتك بذلتيه في العالمين، مين اللي يقدر يديني ختم ان اللي عملته ده صح؟ لسه احنا في بدايه المشوار، احنا لسه ما زلنا كل واحد فينا يعزف منفردا. اتفضل. مظبوط، صح صح يعني احنا كلنا، بس احنا بنشوف اتجاه صح.
يعني احنا دايما بنقول احنا كده صح، وبعدين يعني اللي لو هنزعل امتى؟ لو الدولة مش متوجهة لدوت، لا في توجهات بس لسه في البداية، الموضوع بياخد وقت. هياخد وقت جماعة احنا بنحارب منظومة، احنا ده اللي بننادي بيه. منظومة من التقاليد والعادات اللي موجودة في المباني القديمة، علشان ننزع الحاجة دي من القديم ونبتدي نعمل حاجة صح وجديدة، ده هيحتاج مننا مجهود كبير جدا. كمان في تكلفة كبيرة جدا، يعني بداية المشروع بتبقى مكلفة علشان نقدر نعمل حاجة صح وشغل يعني يحترم، بيبقى مكلف. فعلشان أقدر أعمل دوت بتبقى يعني الدولة بنواجهها دوت للمشاريع الكبيرة دلوقتي، علشان نقدر نعمله ده في مشاريع صغيرة هياخد وقت وهياخد مجهود. يعني بقى عميل علشان يقدر يعمل المبنى بتاعه اللي هيبص لي على توجيه، ولا هيبص لي على دوت، ولا هيعمل لي، لا خلاص هم عندهم معتقدات معينة لازم من الدولة الرولز يمشوا عليها الناس، انت مش هيتوافق على المبنى بتاعك الا بواحد اتنين تلاته. تمام. يمكن احنا ناقشنا الموضوع قبل كده في مركز الدكتور فاروق الباز في الجامعه البريطانيه مع الدكتور احمد راشد، وكانت في الفتره اللي كنا بنرجع فيها نظام الهرم الاخضر. فكلنا تقريبا كنا مجمعين، احنا كلنا متفائلين جدا للموضوع، لان هو يعني من مستلزمات الدخول للمستقبل، من مستلزمات تحقيق خطه 2030، من مستلزمات ان احنا نبقى عايشين فعلا كناس بتقوم بدورها في مجالها اللي احترفته. يمكن دلوقتي جه دور مركز بحوث البناء انه يبدا يحط رولز، انه يبدا ينسق مع الجهات المختصه، ان الموضوع ما يبقاش مجرد اجتهادات. يمكن عندنا سابقه في الليد المباني اللي بتاخد شهاده ليد بتبقى ملزمه ان هي تقدم تقارير عن استهلاك الطاقه والميه وانبعاثات الكربون يمكن او الصرف لمده من الزمن، بهدف ان يبقى عندنا طريقه للقياس. انا دلوقتي بعمل سيميوليشن لمبنى، وقلت ان انا قدرت بالسيميوليشن بتاعي او بان انا اعمل بدائل للتصميم واخترت البديل الامثل اللي هيحقق لي انسب استهلاك للطاقه او الميه او اقل ويست ممكن يطلع او اقل انبعاثات كربون، علشان اقدر اقول ان اللي انا عملته ده صح، محتاج ان انا اقيس، يبقى عندي آلية للقياس، محتاج ان انا مجموعه من السنين من 5 ل10 سنين يبقى في جهه مسؤوله بتقدر تاخد تقارير عن استهلاك الطاقه والميه والصرف وتقيس على السيميوليشن اللي اتعمل او التارجت اللي كان محطوط في الديزاين، علشان تقدر تقول ان فعلا البرامج اللي موجوده في السوق هي برامج معتمده وبتطلع سيميوليشنز مظبوطه، وكمان بتعمل اوديت على السيميوليشن حصل ازاي، هل حصل بطريقه مظبوطه ولا لا، هل الداتا اللي دخلناها واحنا بنعمل الموديل كانت مستوفيه ولا مش مستوفيه. بالتالي نقدر في النهايه ما نبقاش شغالين كافراد، ومن ناحية تانية نقدر الشركات اللي بتنتج البرامج دي ما تبقاش بتعمل بيم ووش. البيم ووش ان انا كل واحد بيطلع برنامج يقول انا احسن واحد بعمل البرنامج بتاعي بيعمل سيميوليشن، وانا احسن برنامج بيعمل كذا، ومع الوقت في برامج بتقع وبرامج بتكمل بسبب الحاجات دي. فانا يعني بعتبر دي فرصة، انا اسف ان انا طولت عليكي، ان احنا دلوقتي حوالي 70 واحد في الديسكشن ده، اتمنى لو كل واحد فينا من موقعه يقدر ينشر الوعي ده يمكن يوصل للمسؤول اللي يقدر يتخذ اجراءات في هذا الطريق. اتفضل. ان شاء الله يعني اسف ان انا طولت. انا ناويه لو
ان شاء الله في مؤتمر جاي لجهاز بحوث البناء، هيكون في ديسمبر في شرم الشيخ. ان شاء الله هحاول ان انا اشترك فيه، واي نقاط ممكن نناقشها معاهم هيكون في لجنة هناك. واوريدي انا ان شاء الله ناويه ان انا اعرض الفكرة الخاصة بالكود، لكن اللي عنده اي جزء ممكن يشارك بيه معايا في الورق البحثية ممكن نعرضها على اللجنة هناك ويتم مناقشتها، واكيد هيتاخد بيها، لان مفيش حاجه هتقدم البلد دي لقدام هيتراجعوا فيها. يعني مفيش شك ان هم دلوقتي ابتدوا ان هم يوعوا ان لازم. على فكره احنا ماضيين على اتفاقيه، المفروض اتفاقيه باريس اللي هي 2050 اللي هي قد ناس، والمفروض ان احنا يعني من الدول اللي تبادر ان هي تتم الاتفاقيه ديت. فمصر يعني ماشيه في اتجاه، بس يمكن ببطء شديد يعني، بس هي في اتجاه. فاحنا بنشتغل ومع الدوله وهنحاول ان احنا نوصل صوتنا، يعني مش هنسكت. بلاش ان احنا يعني مش عايزين ان احنا نرجع لورا، خلينا دايما احنا نسعى لقدام. زي يعني يا باشمهندس عمر هو عمال يدينا الجزء البي اي ام، مهم خالص. احنا ممكن نقدر ان احنا نعمل حاجه احسن ان شاء الله، ونقدم اقتراحات احسن للدوله ان شاء الله. خلينا مع بعض كده ان شاء الله. بإذن الله. بإذن الله حضرتك بتدينا طاقة إيجابية باستمرار، وربنا يوفقك ويوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله تنسيس. باشمهندس عادل. باشمهندس عادل. طيب في حد كان بيسأل سؤال للدكتورة بعد إذنك؟ دكتورة استخدام. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. تفضل. طيب في حد عنده مداخله؟ باشمهندس وائل عادل. اتفضل باشمهندس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره شيماء، انا عندي ليكي بس سؤال تمهيدي الاول. الانظمه دي كويسه، طيب تكلفه البناء هتزيد قد ايه؟ هتزيد قد ايه لما اعمل السستينبل ديزاين اللي الموجوده دي؟ تمام. حضرتك بتتكلم عن الخامات البنائيه في حال استخدامها في الاول، يعني هشتري بكام؟ بصي دكتوره شيماء، بوتوم لاين اللي انا عايز اقوله ان الكلام اللي حضرتك عاملاه ده، انا وجهه نظري ده كلام نظري اكتر منه عملي. لسبب حضرتك ذكرى انك هتستخدمي ازاز دبل فيس او ده اسف هو طبقتين يعني، وده هيوفر 60% من الطاقه. خلاص، اذا كان الازاز نفسه اليو فاليو بتاع السنجل جلاس 5.2 والدبل 2.4، اذا كان الحيطه العاديه هي 2.2 يعني الحيطه الطوب، طب ليه استخدمه؟ يعني انا هقول لحضرتك على واقع حصلت شخصية، انا 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 حصرتها. وكنا في واحنا في المانيا، احد الناس هناك بيتريق يقول لك ايه، انتوا في الناس في الخليج عمالين يعملوا مسطحات ازاز وعندهم الدنيا حر، طب ليه؟ يعني احنا منين عمالين نعمل مسطحات ازاز وهنعمل سستينابيلتي ونوفر في الطاقه؟ طب يعني هو ده اتجاهين عكس بعض، ولا ايه راي حضرتك؟ طيب انا معاك في ده، تمام، ده كلام مظبوط جدا. هقول لحضرتك حاجه، المبنى فعليا اتعمل كده، تمام، لكن بيعتبر مثلا او بيتقال ان الازاز ده ممكن اعاده تدويره مره ثانيه، تمام. فانا مش هقدر اتكلم ان ممكن ياخدوه يستخدموه بطريقه ثانيه، خلاص. يبقى كده انا دخلت في سكه الاستدامه، حلو الكلام. لكن في فكره ان انا بشتريه بكام او ده هيكلفني قد ايه، والله هو بيقول ان دلوقتي انا داخل لي حراره قد كده، وان الفراغات اللي موجود ما بين طبقتين الازاز ده هيقلل لي من درجه الحراره داخلي. هم عايزين يستخدموا الماتيريال ديت، ما اقدرش اقول لهم لا. فاهم وجهه نظري؟ تمام. هو ده لتوفير الطاقه في اعلى منه يعني، في وفي اغلى منه، تمام. هو انا سايبه دوت لمحاضره بعد كده ان شاء الله، هنتكلم عن مقارنه بالتكاليف.
بس يعني ده بصوره مبسطه جدا. لو احنا كلمنا انا ليه استخدمت او اتكلمت عن الماده ديت، هي حاجه موجوده فعلا في المباني. هو انا ليه بقول لحضرتك كده، انا من واقع تجربه عمليه انا عثرتها عملتها. انت ممكن حضرتك بزياده في تكلفه المبنى حوالي 9% توفري في الفاتوره بتاعت الانرجي لودز تقريبا 40%، والتكلفه دي بتعوضيها في اول 4 سنين ونص من عمر المبنى. فبتدفعي فاتوره كهرباء كامله من السنه، للاسف من السنه الخامسه لغايه بقى السنه لغايه 25 اللي هو عمر المبنى يعني، بتبقى فاتوره الكهرباء حوالي الثلث او نص. يعني انا دي من تجربه عملتها كديزاين معماري وورك شوب دروينج، وحسبت لها حسابات التكاليف والانرجي بتاعتها. جميل. طيب انا عايزه اقول على حاجه بس عشان بس نبقى واضحين، انا بشتغل على المبنى ده بعد ما هم خلاص قرروا، لكن في نفس الوقت قلت ان في كلامي ان انا حطيت خطوات ليه لو انا هبتدي من اول التصميم خالص، يعني ممكن اخد بقى انا الماتيريال اللي انا عايزها واشغلها واقارن ما بين الماتيريالز المختلفه اللي ممكن تظهر لي في التكاليف وفي استهلاك الطاقه وتبقى مستدامه في نفس الوقت. طيب في سؤال تاني حضرتك، دلوقتي بعد ما الديزاين بيتعمل بعمله انرجي اناليسز، لو لقيت الانرجي مش كويسه او زي ما انا عايز او وات ايفر ماشي جود، بعمل ريديزاين تاني خلاص. طيب مش دي يعني انا يعني احنا بص مش احنا في مصر، خلينا نتكلم افقيا، احنا في مصر القاعده العريضه من الناس او الشعب المصري معظمه هو عايز يبني بيت يقعد فيه، مش هيفكر قوي في البارامترز دي، لان هو نظام يعني ايه غديني النهارده يعني، او لو ايه الاقي اكل النهارده ومش مهم اتعشى. طيب هل مفروض معلش هو الاب ده بقى يبقى فيه رول اوف ثامب المعماري هو بيصمم تبقى عارفها ان شاء الله بنسبه 80% يبقى النتيجه مظبوطه، يبقى انا عملت تصميم على طول بدل ما اعمل تصميم واعمل له سيميوليشن وبعد كده ارجع تاني. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه انا دي شفتها بامانه، مش يعني شفتها بامانه في حاجه مثلا زي المانيا هناك، هم مش يعني انا سالت مره حد هناك سؤال قلت له انتوا عندكم حاجه زي ليد؟ قال لي احنا مش محتاجين عندنا حاجه زي ليد، احنا اوريدي الكود بتاعنا فيه كده، او هم بيصمموا كده بيصمموا بالثيوريز دي. طب ليه يعني ليه الكعبله؟ ليه ما تبقاش الموضوع وان وي تراك، يعني ما يبقاش فيه رايح وراجع رايح وراجع؟ علشان ما فيش اساس صح. يعني احنا عندنا بالظبط كده، عندنا كود طاقه لكن تعالى بقى على الامضاءات حبر على ورق، تعالى ده منفذ ايه مش حاصل. انت كلامك صح. علشان كده لما ابتديت اشتغل قلت لهم يا جماعه ادي كود الطاقه، المعادلات دي هتتبرمج على الريفت علشان اقول بعد كده للمصمم انت هتشتغل على البرنامج ده من A to Z. تمام. باشمهندس عادل ما عنده مداخله، مهندس عادل توفيق. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا. احنا بنشكر المهندس عمر طبعا، وبنشكر الدكتوره شيماء على المحاضره القيمه ديت، وان بدا ناس يتكلموا في السستينبل، دي حاجه يعني عظيمه، وانها بقت حاجه ميجر. يعني كان الاول كل الكلام في السستينبل كلام نظري، وحضرتك يعني ما شاء الله حولتيه بطريقه مبسطه قوي لحاجة يمكن قياسها ويمكن ايه تطبيقها. احنا بنشكر سعادتك اولا، وبنشكر كل القائمين من بيم اريبيا على هذه المحاضرات القيمة. السؤال يا فندم دلوقتي ليه ما بنستخدمش الويند ستريم، وخاصة المباني العالمين دي كلها على البحر، وفي تيارات الرياح طبيعية جدا. يعني لان انا مش طبيعي ان انا اقفل الازاز واشغل الاير كونديشن بالكهرباء وانا على البحر، فايه المانع ان يتعمل داكتات افقيه تتوصل بالداكت الراسي العمومي بتاع البرج، ويطلع منها فلاتر يتحط عليها فلاتر، ويطلع منها فتحات على الوحدات السكنيه
بحيث ان انا استخدم الاير كونديشن الناتشرال اير كونديشن بدل المكيفات اللي هي بالكهرباء. ويتعمل دراسه على كده، وخاصه البلان بتاع الابراج دي معموله على شكل الاك شيب. هو بصراحه يعني الشكل معمول عشان الفيو، ان الناس كلها تبقى شايفه بحر بطريقه كافيه جدا، حتى من الخلف معمول لهم بحر صناعي. لكن انا عاوز استخدم الشكل الانسيابي في البلان مع طيارات الرياح الطبيعيه، ويتعمل لها فتحات، ما يبقاش الازاز كله كل الواجهه مصمطه، لا اعمل فتحات واستخدم تيارات الرياح ان انا اكيف المبنى بالهواء الطبيعي. حضرتك بتتكلم عن مجرد فكره، هل ممكن الدكتوره شيماء يعني تحولها الى مجال التطبيق ولا لا؟ حضرتك بتتكلم عن موضوع يبقى فيه زي ملقف، زي ما كانوا بيسموه ملقف. ايوه بالظبط، بيسموه بالبلدي. احنا نعمل ابراج لينا بقى احنا الباشمهندس، خلاص باشمهندس عمر، كل الناس اللي على الجروب النهارده هنعمل لهم ابراج خاصه احنا لينا بفكر الباشمهندس ان شاء الله. او طبعا لا هيبقى لا والله يعني، هل ان انا على الطبيعي ان انا على البحر، على البحر طبعا وقت الازاز واشغل التكييف؟ لا ما طبعا، ما ده طبعا مش حاجات مش طبيعيه يعني هو بيبتدي ان هو علشان يبيع الوحدات، لا ده انت عندك كده وكده يعني، دي يعني حاجات بقى في التصميم هم عملوها طبعا غريبه شويه. انا بتكلم بقى في السستينبل، انا عاوز اوفر الطاقه، انا عاوز اوفر الطاقه، يعني بمعنى ان انا ايه، انا فعلا في شقق يعني كتير في مرسى مطروح، ووحدات اما بدخلها وبفتح بس الازاز فتحه بسيطه جدا مع شباك تاني خلفي، يعني ده حاجه بقى مانوال يعني، بيعمل تيار مش محتاج تكييف تماما. انا برضو هنا في العالمين على البحر، تخيلي لو انت فاتحه بس، انا مش عاوز افتح اقول لي بقى العميل هتفتح الشباك، لا انا عاوز اعمله بطريقه مصممه، يعني اعمل له اكزوست واعمل له فلتر بحيث الهواء، برضو هيقول لي الهواء اللي جاي من بره ممكن يكون فيه اتربه، لا هو انا اعمل له فلاتر. هو انا ممكن يعني اتوقع ان هم بيستفادوا من اقصى 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 مساحه موجوده في البرج، يعني هم مخلين الوحداتها، لو مش عارفه باشمهندس اسلام خليه معانا ولا لا، الا ان هم كل يعني الشقه المتر فيها وشويات اسعارها خياليه، الا ان الوحده نفسها عايزه يعني اقول لحضرتك ان الدور الواحد فيه 10 شقق. فيعني انا يا فندم عندي البلان وعندي تقسيمه الشقق واسعارها وعندي لا ده الضغط اللي هاخده، وضغط من هاخد من الارتفاع الراس مش هاخد من المساحه، يعني هيبقى في فول سيلينج مثلا حوالي 20 سنتي، واعمل فيه الضغطات ديت بحيث يبقى الفتحات بتاعه التكييف الطبيعي هيبقى اسمه تكييف طبيعي تيجي من السقف، واخده بال حضرتك؟ لان انا مش هاخد من مساحه بتاعه الشقق، لا ده انا هعمل فتحات يبقى ضغط ماشي، والضغط ده متوصل بالضغط الرأسي، مجرد ان انا عملت يبقى اسمه ايه، ملقف هواء زي ما قال المنطق. ايوه الملقف ده هياخد من الهواء اللي جاي من بره، بس ايه احط له فلتر عشان انا مش عاوز ادخل برضو الهواء بالتراب بتاعه اللي يتحط فلتر، يعني هعمل ناتشرال اير كونديشن بس مش هاخد من المساحه بتاعه الشقق، مساحه الشقق ده طبعا محدوده والاستثماري فيها جدا مش ايكونوميك ان انا اقطع جزء عشان اعمل حاجه ايه في السستينبل. بالظبط، هو طبعا هيبقى في افكار كتيره جدا يعني، بس هو طبعا التصميم اتعمل على الاساس دوت وخلاص افكارهم بقى، يمكن بعد كده في الحاجات المباني الجديده يبقى فيها افكار متطوره اكتر من كده ان شاء الله. لان انت وانس قفلتي الواجهه بالازاز والدبل جلاس كمان، خلاص بقى الجو جوه احتبست الحراره فيه، يبقى هشغل التكييف بالكهرباء. طب انا على البحر يعني هشغل التكييف بالكهرباء؟ بس دي مجرد فكره يعني لحضراتكم، يعني هل ممكن في برامج تستغل هذه الفكره ولا لا؟ هي فكرة ممتازة صراحة يا باشمهندس عادل، يعني حتى موجودة في بيت السحيمي وموجودة في أماكن كتيرة في شارع المعز، وحتى في الإمارات دلوقتي بدأوا يتبنوا موضوع الملاقف دوت بشكل قوي. طبعا
طيب فعلا المباني القديمة قوي ما كانت بتبقى تكييف طبيعي بالطريقة دي. اتفضل يا فندم، متشكر جدا على حسن استماعكم وآسف على الإطالة. الله يكرمك. الأستاذ محمد. السلام عليكم. اتفضل. السلام. أيوة باشمهندس عمر، ازيك يا حبيبنا؟ الله يكرمك. أيوة دكتورة، الله يبارك فيك. دكتورة الله يبارك فيك، أنا كنت بتكلم مع حضرتك من شوية قبل مداخلة الباشمهندس ياسر فعلا بموضوع الاعتمادات، معلش أنا هرجع للنقطة دي. احنا يمكن الباشمهندس عمر على علم بالموضوع، احنا لينا زي تعاون دلوقتي مع اكتر من جامعه، وتقدمنا قبل كده مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بما ان انا كنت عضو فيه قبل كده واشتغلت فيه فتره، وتقدمنا لوزاره الاسكان ووزاره البحث العلمي. ليه ده من وقت قد ايه يا باشمهندس؟ الكلام ده بقاله حضرتك 7 شهور. ده من قريب. اتقدمت بورقتين من بيم اريبيا وبايلون. المهندس عمر يمكن على علم بالموضوع، ولكن للأسف اللي احنا سمعناه ان هو جاري تطبيق الموضوع ده بجهات اخرى. وكمان قالوا لنا لو انتوا كشركات قطاع خاص ممكن تعملوا تضامن وتنشئوا بعد كده جهة غير هادفة للربح لاعتمادات المشاريع فيما بعد. ده الرد اللي جالنا، وطبعا اقتصرت للاسف بالنسبه للجامعات ان هم قالوا لنا طيب احنا مش هنقدر نديكم الاكواد ان انتوا تعتمدوا مشروع او ما تعتمدوش مشروع. واكتفت الجامعات معظمها، يعني جامعه اسكندريه، جامعه المنصوره، جامعه طنطا، كفر الشيخ، المنوفيه، ان احنا نشتغل معاهم في الدورات للبيم بشكل كامل. طبعا احنا هدفنا مش ان احنا ندي الدورات، احنا هدفنا ان احنا نوصل الفكر ده في كليات الهندسه بشكل كامل، فكر الاستدامه والعماره الخضراء باستخدام البيم، مش كده لا، باستخدام البيم. وطبعا اتعمل البحث ده حضرتك، وانا ان شاء الله بشاره مع حضرتك ان شاء الله في اقرب فرصه. شكرا يا باشمهندس محمد. طب في سؤال لحضرتك يا باشمهندسه دكتوره. ايوه يا باشمهندس عمر، بالنسبه لمداخله الباشمهندس عادل، موضوع الملاقف، هو تم في فكره فعلا اتعملت دلوقتي في العالمين. طبعا المشروع اوريدي في حاجات كتير خلصت فيه، في البيزنس بارك اتعمل فيه دلوقتي ادوار فاضيه خالص، واتعمل فيها ملاقف هواء فعلا. والفكره دي انطرحت من اكتر من استشاري وجاري تطبيقها، يعني دي بمناسبه الموضوع ده، بمناسبه موضوع الملاقف. شكرا حضرتك. تمام حضرتك. شكرا يا باشمهندس محمد. الله يرضى عليك يا باشمهندس عادل، استاذنا وحبيبنا تحت امرك. طيب في سؤال لحضرتك يا دكتوره، بيقول ممكن تكلمينا عن بعض الخدمات اثناء التنفيذ الموفره للطاقه زي ما حضرتك شرحتي للجراز داول جراز. خامات مختلفه يعني. يعني خامات مستدامه يعني. طب احنا نعملها دي محاضره تانية بقى. خلاص باذن الله. تمام. طيب. دي محاضره يعني خاصه بالجزء الخامات الموفره للطاقه، و يعني دي حدوته لوحدها. تمام. طيب في سؤال تاني بيقول، هل النانو تكنولوجي لها دور في استدامه المباني؟ النانو تكنولوجي يعني مفيش حاجة ملهاش علاقة باستدامة المباني. يعني احنا لما هنبتدي ان احنا يعني ندور في اي ماتيريال ان احنا نخليها تخدم المبنى، ممكن تساعد في استدامة المباني، يعني حاجة شيء ممكن. تمام. تم او لا، اكيد يعني اكيد موجود، ممكن برضو دوت ندخله في امثله ونبتدي نعمل محاضره عن جزء زي دوت. انا عندي تخيل كده او تصور ملوش علاقه بالمحاضره، بس اتوقع بعد انتهاء المشاكل اللي احنا موجودين فيها الناس تبدا تعمل نانو تكنولوجي للحوائط، الفيروس ما يقدرش يقعد عليها يعني. على فكره فكرت بنفس الفكره ديت وقلت هنشتغل عليها يا باشمهندس باذن الله. تمام يا دكتور. طيب في سؤال تاني من مهندس اشرف، استخدمت الدكتوره مصطلح استهلاك الطاقه، يا ريت نعرف فيما بعد في اي مرحله هي المقصود استهلاك الطاقه، في اي مرحله، في مرحله البناء ولا التنفيذ للاوبريشن وهكذا. استهلاك الطاقه في استهلاك الطاقة. في اي مرحله احنا بنقصد بيها استهلاك الطاقه، اثناء المباني التنفيذ ولا اثناء تشغيل المبنى؟ لا، تشغيل المبنى. اثناء التشغيل. تمام. طيب هل برنامج الريفت لا يكفي لتحليل الطاقة ولا لازم برنامج انسايت 360؟ يعني برنامج الريفت بيدي نتائج برضو.
تمام، بس يعني عايزين اكتر دقة واكثر تفصيلا، هندخل في برامج بقى محاكاة للطاقة. تمام. طيب في سؤال، في حال تحليل البيئة الداخلية اي برنامج ممكن نستخدم تحليل البيئة الداخلية؟ ديزاين بيلدر للمساحات الداخلية افضل. برضو معايا باشمهندس، برضو ايه رأيك؟ طيب المهندس ياسر بقى هو اللي جاوب، اتفضل باشمهندس ياسر. اتفضل باشمهندس ياسر. الحقيقة أنا كان ليا الأول تعليق على نقطتين. بالنسبة للتحليل البيئة الداخلية، أنا عايز أقول إن الموضوع يعني ما بيتقسمش كده، هو الموضوع فيه فريم ورك كاملة بنمشي مع الديزاين من بدايته لغاية التشغيل والصيانة، بل لغاية كمان ما هعمل ريوز للمبنى. طول ما أنا ماشي هعمل سيميوليشن بإيه حسب الحاجه اللي انا هشتغل عليها، يعني ما بعملش تحليل للبيئه الداخليه لوحدها. انا اللي يهمني في البيئه الداخليه جوده الهواء، جوده الهواء مرتبطه مثلا بفتحات الشبابيك او نظام التكييف اللي هستخدمه ونسبه الفنتليشن. يعني ما هوش برنامج او سوفت وير واحد اقدر اقول استخدم السوفت وير ده في ايه. هي المفروض المصمم بيشتغل على فريم ورك كامله من اول ما بيصمم، من اول ما بيحط الكوردينيتس بتاعت المبنى بتاعته او الموقع الجغرافي بتاعه وهيبدا يوجه المبنى ازاي. هي استراتيجيات تصميم في المقام الاول، لكن السيميوليشن في النهايه اقدر استخدم الريفت بيحسب لي احمال التكييف واحمال التدفئه واقدر اطلع من عليه بعض النتائج، بعدين اخده على الانسايت 360 او اخده على جرين بيلدينج ستوديو او اخد الموديل كله على ديزاين بيلدر او اخده اعمل على سي اف دي اشوف حركه الهواء ما بين المبنى والمباني المجاوره ليه او حركه الهواء خلال الشبابيك او الفتحات. يعني هي فريم ورك كامله محتاجه انها تتصمم مع بدايه شغلي في التصميم. ده رايي في النقطه دي. في نقطه بس، انا احيانا بقف كده موقف المصمم فبحب ادافع عن الشخص اللي مش موجود، فعايز بس ارد على المهندس عادل استاذنا وحبيبنا ان الاستراتيجيه اللي حضرتك اتكلمت فيها من ناحيه ملاقي في الهواء هي بند من بنود كتير قوي. احنا ما نعرفش تفاصيل التصميم، المصمم اللي عمل ابراج العالمين استخدم انهي استراتيجيات فيها، ممكن يكون استخدم حاجات كتير قوي تفوق قصه ملقى في الهواء، ممكن يكون استخدم بدائل تصميميه ووصل للبديل الامثل اللي يحقق نتائج كلنا محتاجين ان احنا نحققها في السستينابيلتي. بس هو ده كان نقطه الدفاع عن المصمم اللي مش موجود معانا، لان احنا كتير قوي ناس بتتظلم في الحته دي. في ناس بتشوف التصميم من بره وتبدا تنتقده وهي ما شافتش التفاصيل التصميم ايه ووصل للمرحله ديت ازاي. النقطه سالت انا نسيتها الحقيقه. يعني ممكن نعتبر ان دي فرصه لكل الناس اللي بتشتغل في البحث العلمي، طلبه الماجستير او دارسين الماجستير والدكتوراه، ان احنا اثرنا مشكله دلوقتي مهمه جدا، هي ان احنا ازاي نعمل تيك اوف. يعني احنا زي ما قلنا في الاول ان كلنا نفسنا وعايزين وبدانا وعملنا مبادرات، لكن دلوقتي ممكن ناس تشتغل على رسائل ماجستير ودكتوراه. ازاي يتعمل اليه او ازاي يقترحوا فريم ورك داخل الدوله المصريه ان احنا نمشي على تراك مظبوط، ان احنا يطلع عندنا بعد كده مباني سستينابل مبنيه على اساس بيئي ومع اعتبار البيم ودمج الاكواد مع بعضها وعمل اليه عمل مناسبه وربط جميع الاطراف المعنيه بالموضوع، يبقى لما يجي مكتب استشاري يصمم يبقى عنده رول هيمشي عليها ملزم بحاجات وعنده الاختيار في حاجات تانيه وعنده جهه بيعتمد منها وجهه بتراجع عليها. انا حاولت اعمل ده في رساله الماجستير بتاعتي بس على مستوى يعني كان التارجت مختلف، ما كان ما كنتش شغال على مصر بشكل خاص، انا كنت شغال على ازاي نوصل ان بدل ما نقول بيلدينج انفورميشن موديلنج ازاي نقول سيتي انفورميشن مانجمنت.
كنت الفريم ورك اللي اقترحته في النهايه ازاي نقدر نوصل ان لو عندنا مدينه المدينه تطلع في النهايه عند جهاز المدينه بقى عنده نموذج كامل للمدينه يقدر يديرها من خلال النموذج ده، يقدر يعمل قياسات من على المودلز اللي بيجيله من المكاتب الاستشاريه او المكاتب اللي صممت والمقاولين اللي بنوا، ويقدر بعد كده يبقى عنده احصائيات من خلال المعلومات اللي بيجمعها، وبناء على الاحصائيات ديت يقدر يبقى عن يتخذ قرارات سليمه في اوقات مناسبه. فانا بدعو زمايلنا ان يبداوا من دلوقتي يوجدوا لنا فريم ورك مناسب لمصر ازاي نشتغل في الموضوع، وكلنا مع بعض بقى يعني نشد حيلنا كده، وزي ما الدكتوره شيماء بتدينا طاقه ايجابيه دايما. والله انا اشتغلت هو خاص نعم بقول زي ما حضرتك بتدينا طاقه ايجابيه دايما، وعمر ما شاء الله بادئ بالطاقه الايجابيه من زمان، يبقى نعتبر الاجتماعاتنا ديت نقط انطلاق مهمه للحاجات دي. ايوه ليه لا على فكره، يعني كل شويه ما بيتولد افكار، و يعني في وقت من الاوقات والله هيتم العمل بيها انا متاكده. اصل ما حدش بيقدر الشيء دوت الا لما يبتدي يفقده، لما تحصل ازمه في مشكله كبيره هيبتدوا فعلا يمشوا على التراك الصح. صح، ربنا يوفقنا جميعا. احنا عندنا مشكله في مصر كده، بنفضل نايمين ونصحى على مشكله وعلى كارثه. عشان يمكن التحديات اللي قدامنا في مصر دلوقتي اكبر بكتير من الالتفات للنقط دي، لكن احنا دورنا بقى في اللي شغالين في المجال ان احنا نحاول نحط النقط المتفرقه ديت جوه جمله ونحطها على تراك نمشي عليه. معاك يا ريس، تمام. انا سعيد جدا بالنقاش النهارده، وفعلا يعني انا قاعد بتمشى في الشقه من فرحتي بالمناقشه الجميله دي. شكرا ليك يا دكتوره انك وفرت لنا الفرصه دي، وشكرا ليك يا عمر، والحمد لله كده انا براءه بقى. يعني انا كنت مطالبه اجهز محاضره، فالدكتوره شيماء غطت الموضوع وزياده. فان شاء الله محتاجين حضرتك طبعا. لا والله بجد يعني ما قريت رسالتك، بسم الله ما شاء الله، يعني لا في اجزاء كتيره جدا ما جتش جنبيها مستنياك. هو المانس ياسر بيحضرك ست محاضرات ان شاء الله، ست محاضرات بسم الله ما شاء الله. كان سعيد، اتفضل. ربنا. طيب في سؤال بيسال حضرتك، كود البيم هل تم اصداره باللغه العربيه ولا لا، والنسخه الانجليزيه هل هي نهائيه ولا لا؟ كود البيم يعني هو تقريبا الكود اللي موجود كود باللغه الانجليزيه، تمام، لكن ما فيش نسخه عربي لسه. تمام، ان شاء الله نوجدها عربي باذن الله. ان شاء الله دكتوره باذن الله. طيب في المهندس بهاء سامي بيقول انا مقدم بيبر عن استخدام العماره الديناميكيه كحل عمراني مستدام للتكييف مع الارتفاع المستمر في منسوب سطح البحر اللي بينتج عن التغيير المناخي، فانا حابب انشر بيبر تانية كتطوير للبيبر بتاعتي عشان انشر فيها معلومات اكثر عن الفكره التصميميه اللي انا مقدمها، واقدر بعدها اخد براءه بحثيه للنشر. فحضرتك تنصحيني بايه عشان اقدر اشتغل على تطوير معلومات الموقع وعلاقته بالكربون ديك سيد والحراره والماتيريال بتاعه المبنى برضو وهكذا. الجزء بتاع العمارة الديناميكية، طيب احنا هنا بنربط العمارة الديناميكية يعني احنا كده بنشتغل على التصميم العمراني المستدام. ده لو الجزء اللي هنتكلم عن التصميم العمراني المستدام وربطها بالعمارة الديناميكية، انا بحاول اوصل هو عايز ايه. يعني مش عارفة هل هو ممكن يتكلم على تأثير الواقع العمراني دوت على المبنى ولا ايه، انا مش قادرة اوصل هو ايه النقطة بتاعته. ياريت هو يتواصل معايا ونتناقش وان شاء الله نوصل لحاجة تقدر تفيده. يعني ان شاء الله دكتورة. انا مثالي كده الاسئلة خلصت، ونشكر حضرتك. في مهندس كمال الدين، اتفضل فندم كمال الدين مصطفى. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. الله يسلمك. هو انا كنت بسال على السؤال بتاع الكود
حضرتك قلت النسخة العربية لسه ما صدرتش، بس بالنسخة الإنجليزي الموجودة هي كانت درافت، هل هي صدرت بشكل نهائي؟ والله يعني ده حاجة بقى المفروض إن هي صدرت بشكل موجود في جهاز بحوث الإسكان، لكن أنا مش عارفة بقى ده هيبقى نهائي ولا في تطوير ولا إيه بصراحة، لأ أنا ما عنديش معلومة أكيدة. طيب. مش مهندس عمر في معلومة أكيدة عن الموضوع ده؟ هو النسخة النهائية صدرت الشهر دوت وخلاص كده، بقت هي ده كود، بس كلمة كود مش معناها إن هو إجباري، لازم يصدر قرار من الدولة إن هو يبقى إجباري، ودي عاملة مشكلة كبيرة. ايوه صدر، اللي صدر ده اللي هو بالعربي ولا انجليزي؟ لا اللي صدر بالإنجليزي تمام، في أكواد كتيرة تبع الكود تبع المركز البحوث بالإنجليزي، مفيش أي مشكلة خالص تمام، يعني طب بالعربي. هي لا نقطة بس، نقطة بس في موضوع وكان في الإجباري. فكرة ان هو كان في فكرة عرفتها من حوالي شهرين ثلاثة ان كان في اتجاه ان هو يترجم. هو يا ريت يترجم، لان اغلب الناس اللي شغاله في المجال في مصر شغالين بالعربي تمام، يعني في قطر والامارات في مشكله ان ناس كتيره من اللي شغالين ما بيعرفوش عربي، فده عامل مشكله. في مصر المفروض لا بالعربي. لا انا بتكلم بالنسبة لمصر يعني. هو في نقطه برضه لازم نفكر فيها، موضوع ايوه لما تقول ان هو اجباري يبقى كده حتى لو حد بيعمل فيلا لازم يقدم الشغل بيم لا وبيم. طبعا هو اكيد مش اجباري لغايه دلوقتي على الاقل يعني. هو لغايه دلوقتي مش اجباري تمام، بس هو حتى تمام. لما اغلب الدول اللي خدته اجباري مثلا زي دبي قالت لك فوق ال 20 دور ولازم ما انا واخد بالي بيبقى محدد لغايه حجم معين لازم يستخدم البيم، انما اقل من كده لا. تمام. طب انا في عندي كان سؤال برضو كنت سالته بس عاوز ارجع له تاني معلش. الريفت والانسايت 360، انا فهمت من الدكتوره وقت حضرتك انه في نتائج معينه في التحليل الحراري او الطاقه من الريفت، طب ايه اللي بيخليني اروح للانسايت 360؟ يعني هل الريفت مش كافي مثلا ولا ايه السبب؟ لا ما هو كل برنامج بيديني معلومات ازيد افضل، بيعمل لي مقارنة، يعني ده بيعمل لي مقارنة، بيديني تحليل أوقع، بيديني نظم جديدة، أفكار جديدة. ممكن لما نكمل شوية في البرنامج ممكن ده يعني أنا أحاول المحاضرة التانية نتكلم بأكتر شوية في البرنامج دوت وعن تحليله يعني للمبنى. يعني ممكن نقول السايت 360 له تفاصيل اكتر من ريبت. بالظبط. تمام. طيب في سؤال تاني معلش سريع كده، دلوقتي بالنسبه للمشروع العالمي، المقاول لما حط الاوفر بتاعه على الوضع النهائي بعد تعديلات التصميم اللي هي تمت من خلال البي اي ام، ولا كان مشارك في التعديلات دي، ولا تمت التعديلات اثناء التنفيذ؟ يعني ايه الوضع اللي كان تم في المشروع ده تحديدا؟ يعني هو انا مش عارفه بصراحه الموضوع، يعني هي انا وصلت لمرحله معينه واشتغلت على جزئيه معينه، لكن ايه اللي وصل بعد كده من ناحيه المقاول ديت لا بعيد عن فكري. برضو دول الناس المهندسين اللي شغالين في المشروع هم اللي يقدروا يفيدوا حضرتك اكتر في الموضوع ده. يعني ده كان جزء في مجال بحثي انا ودراستي، لكن اكيد ممكن يحصل لخبطه كتير بعد كده لا انا براها خالص. تمام. بس هو السؤال ده لسبب انه احنا يعني في فكر اللي هو الاي بي دي او اللي هو الانتجريتد بروجكت ديفلوبمنت ديليفري قصدي، كنا خدنا فكره عنه في احد المحاضرات اللي فاتت، فكان الاستفسار يعني ازاي المقاول بيشارك في موضوع التصميم وتعديلاته. فانا كنت رجعت الحقيقه بعدها للكود بتاع البي اي ام اللي هو بالانجليزي، كان معايا الدرافت الحقيقه بتاعته، ولقيت فيه ان هو بيتكلم على ان المشروعات اللي هي من نوع ديزاين بيلد هي اللي ممكن المقاول يبدا فيها من الاول. فكان ده السؤال، يعني هل في النوعيه دي من المشاريع اللي فيها البيم بيبقى الديزاينر او اللي بيعمل تعديل تصميم شغال لوحده، ولا ممكن هنا بقى المقاول في الديزاين بيلد بيشتغل معاه؟ والله المفروض ان الدايره المغلقه دي دايره مغلقه والمقاول ملوش صفه، يعني بعد ما التصميم اتعمل واتنفذ وتوفق عليه. لكن في مصر الحاله مختلفه، انا ما اعرفش بقى يقدر يدخل ايه ويقدر يدخل بايه او يفرض. هو بصفه عامه في نوع من التعاقدات بيبقى فيه ديزاين بيلد، يعني المقاول بياخد التصميم المبدئي وهو اللي بيعمل التصميم التفصيلي،
على أساس عنده خبرة في التصميم، وبناء عليه بياخد عليه موافقة أو اعتماد من المالك أو استشاري المالك وبيشتغل على الأساس. فكان السؤال يعني ما أنا بكلم ما بعد التصميم المبدئي، خلاص دخل الموضوع في مرحلة الشغل، إحنا وصلنا وطلعنا مباني وطلعنا ارتفاعات، كون يبقى فيه تغيير دي بتبقى حاجة يعني غريبة شوية إن هما لا أبدا. يا حضرتك بيبقى في حاجة اسمها الفاريشن أوردر، إن أنا وأنا شغال بيجي الأمر تعديل ببعض الأعمال سواء تصميم أو تغيير خام ماتيريال أو خلاف، فده أمر طبيعي يعني في المقاولات يعني. حضرتك دلوقتي بتقول مثلا أمر تعديل، يعني ده جاي بموافقة حد، موافقة الاستشاري غالبا. أيوة مش بتلقاء نفسه بقى هي يعني. لا 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 لا, لا, لا. ده بالعكس ممكن نقتضي برضو يعني في بعض التعاقدات بيبقى فيه حاجة اسمها الفاليو انجينيرينج، ان المقاول بيبقى مطلوب منه في شروط العقد ان هو يقدم دراسة للفاليو انجينيرينج اللي هي تحديد البدائل الافضل ويقدمها، واذا خد عليها موافقة بيعتبر ده نوع من الفاريشن، بيصدر له امر فاريشن بعد كده ويشتغل على اساسه. انما الاصل طبعا هو ما يقدرش يشتغل من تلقاء نفسه، شيء طبيعي يعني. تمام يا فندم، شكرا جدا. لا شكرا لحضرتك، شكرا جدا. هل في اي حد عنده اي اسئله اخرى؟ باشمهندس عمر، هو طالبين الايميل ورقم التواصل، هو انا بكتبه فيه، تكتبهم اكتبهم او انا اكتبهم زي ما حضرتك حابه. مفيش مشكله، حضرتك حاضر. تمام، اي استفسار او اي يعني اهلا بيكم في اي سؤال واي حد اقدر اساعده بالنسبه للخلايا الشمسيه واستخدام طاقه الرياح، هل ممكن تفعيلها بشكل اكثر في المباني المستدامه؟ مهندس شادي. تمام، اكيد طبعا اكيد، يعني احنا نستخدم طاقه الرياح، تقصد حضرتك يعني بالطواحين الهواء او كده، ولا طاقه الرياح بنستخدم بالبنات بتاعه الرياح؟ التربينات بتاعه الرياح، يعني الموضوع بيبقى صعب شويه، بس لو في مساحه، لازم يبقى في مساحه كبيره فاضيه حوالين المبنى ده ممكن نقدر نستخدمه. الخلايا الشمسيه اوريدي مباني كتيره جدا بتستخدمها دلوقتي، على حسب الخليه نفسها. دلوقتي كمان خلوا الازاز نفسه، في انواع من الازاز، في بي في بانلز، هو بيحول اشعه الشمس وبيخزن زينها في خزانات شمسيه وبتستخدم بعد كده للمبنى، يعني في المبنى. في طبعا افكار كتيره جدا يعني، لا طبعا دي حاجه اساسيه. تمام، طيب انا بتهيألي كده ما فيش اسئله تاني، وحابين نشكر حضرتك يا دكتوره وجزاكم الله كل خير على المعلومات الجميله ديت. واي اسئله تانيه هنجمعها ان شاء الله في محاضرات بعد كده ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الناس عايزه وعد من حضرتك عن مواد توفير الطاقه اثناء التنفيذ حتى ان شاء الله باذن الله. ماشي يا دكتوره، جزاكم الله كل خير، واشكركم على حسن استماعكم والف شكر لحضراتكم، وان شاء الله عندنا محاضرات كتيره خلال شهر رمضان، وان شاء الله تبقى اكتر بعد شهر رمضان باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.